في حد من اهل البيت موجود هنا؟ لا مفيش حد منهم خالص، كلاتهم خرجوا. حافظ بهجه اهو. هو في ايه؟ هو من سعادتك عم الدكتور عمر؟ ايوه يا حظابط، هو في ايه؟ ما حضرتك جيتوا اكتر من مره وسالته وقلنا لكم انه مش موجود ولا نعرف طريقه. احنا مش جايين نقبض على حد، احنا جايين نبلغكم ان القاتل الحقيقي يسلم نفسه واعترف بجريمته. ويا ريت الدكتور عمر هو كمان يسلم نفسه عشان نخلص من الموضوع ده. القاتل اعترف؟ وده مين؟ صلاح السواق. الخبر اسود. صلاح. موز ده كبير قوي يا برزرز اللي كده. قبطان انت من امبارح مختفي فين؟ ما دريتش بنفسي، سقطت من التعب. صحيت لقيت البوليس واقف، الحمد لله قدرت اجري منه. الورق اهو، هات نكلمه. ارتاح بس وخد نفسك شويه. بقول لك يا قبطان، احنا عرفنا ديل الكلب وممكن يعني. لا 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 لا، مش هاخد مغامره معاه، لا يعمل فيهم حاجه. هات الموبايل نكلمه. ما هو بردك ده تعبان، ممكن ياخد منك التنازل ويقول لك امك في العش ولا طارت. يعني ايه؟ هو كل اللي يهمه الورق والمستشفى؟ لا، امال زي ده كرش واسع ويسيع من خراب ياما. بص يا قبطان، انا هرسيك على الليله وانت ارسم واحنا في ظهرك، وبعدين خد بالك الموبايل بتاعي قطع شحن، يعني مش هينفع. ليله ايه؟ نيازي الكلب طلع هو اللي عاملها. نيازي مين؟ كلب من كلاب السكك، ما هو اللي ضرب خلوص العيارين. فكرنيش يا باريزه بقى. وانتوا تعرفوا سكته؟ نعرف سكه امه، وراه وراه لغايه ما نجيبه، وانا مخلي واد فلانك هناك مستنينا نروح نكبس عليه على طول. ولا مر كمان اتخطفوا. انا مش قادره اصدق يا عمي، فهمني ايه اللي حصل. فاهمك ايه، بس الحكايه كل ما بتفك من ناحيه بتتعقد من الناحيه الثانيه. حتى عمر مش عارف اوصل له علشان اقول له على خبر براءته. انا خايف لا يعمل اي مصيبه. مصايب يا لهوي على المصايب اللي عماله تتحدف على دماغنا. لا انا لازم اروح الحق اخواتي. كمل بس، هتروحي فين واحنا عارفين لهم اي طريق؟ انا لفيت الدنيا كلها، شبر شبر على كعابي، لازم اروح على اخواتي، لازم اروح على اخواتي. شبر شبر ايه بس؟ اللي ضاعوا مني يا عمي. اهدي بس اهدي. يا رب نكون عملنا الواجب يا هانم. اهلا. ولك عين تيجي بعد اللي عملته. ايه وانا عملت ايه يا استاذ حافظ؟ الافندي قلع البلطو بتاعه وعمل نفسه زعيم عصابه. عصابه ايه؟ عيب، انا دكتور محترم. دكتور محترم؟ ده انت اللي عملته في اخويا طول عمرك وبتعمله فينا. ده انت بتتعب مننا ليه؟ ده انا هودي نفسي في داهيه بسببك. بس بس يا تشينا، لا تروحي فيه في داهيه فعلا. اروح فيه في داهيه فعلا يا عم؟ انا هوريك. تشينا ده عنده دم، انت كده رحت في 60 داهيه فعلا. الشباك اللي بيطلع على الصاله على طول. ده المكان اللي خلعنا منه لضابط الحكومه، والازاز مكسور من ساعتها ما حدش عمله. يعني امان خش، بس خلي بالك حسن ان رجالته ناشفين قوي. ربك هو الساتر، خليك انت هنا يا باريزة. لا لا، انا رجلي على رجلكم، ده طار وطار بايت كمان. يا قد كده يا بت، انا غالي عندك، خلوصي غالي عندك قوي كده. طار عم ايوب انت نسيته ولا ايه؟ نسيت رقبته اللي اتخنقت بالحبل قبل ما ياكل كباب. أصيلة يا بت، مرسم لكم قلبنا على الحيطة. ما في الله. شايفهم بعيني وما بيتسحبوا من الجنان اللي ورا. انت متاكد يا فندم؟ الشقه دي كلها قلق ولبش، ومش اول مره ببلغ عنها. وجم قبل كده وحصل ضرب نار وقلق كتير.
تعال ورايا. عايز ايه؟ لا الحقيقة أنا مش عايز، أنا مستني الإشارة عشان أفك الأسر. هديك أي مبلغ أنت عايزه. لا في الحالة دي بقى إحنا ممكن نتفاهم مع بعض. كده بقى أنا خدت بطارك يا عم أيوب. الحقنة برازرز يا أبو دمهور، هيتحرك مكانه. ما كانش لازم تهرب يا دكتور عمر، هروبك ده هو اللي حطك في الموقف اللي انت فيه دلوقتي. نصيب بقى يا فندم، كله مقدر ومكتوب. بس برضو النصيب المرة دي خدمك، والمتهم جه واعترف. اعترف؟ مين هو يا فندم؟ هات المتهم اللي عندك بره يا ابني. حد يعني فندم نعرفه مثلا؟ هتفهم وتشوف كل حاجة دلوقتي. على يا ابني. صلاح انت اللي قتلت؟ نصيبك يا قبطان، كله مقدر ومكتوب. خد يا عسكري وهات الاتنين اللي عندك. اسمح لي يا باشا. خير أحمد قبطان، سامح لي قبطان، سامح لي. شكرا يا باشا. بسرعة يا ابني. اتفضل يا دكتور. انا مش مصدق. صلاح ليه؟ اللي مش هتصدقه فعلا ان النصيب عمل حاجه لا يمكن تخطر على بالك. هو في ايه يا فندم النهارده؟ انا مش حامل مفاجآت. هتعرف كل حاجه دلوقتي. تعرف الست دي والراجل ده؟ اه طبعا، دول بتوع القضية التانية. أثناء رفع البصمات ومعاينة مكان حادث غازي، لقينا في متعلقات الراجل ده موبايل. لما فضينا الموبايل ده لقينا فيه فيديو للدكتور عوني مع الست دي والراجل ده. فيديو؟ فيديو ايه؟ ومين اللي مصوره؟ أكيد القتيل كان بيهدد بيه الدكتور عوني. والفيديو ده فيه ايه يا فندم عشان يهددوا بيه؟ بيصورهم وهما بيتفقوا على فلوس وعملية وتوريطك فيها. شكينا في الفيديو، سألنا العاملين في المستشفى، وشهادة الدكتورة صفوة جت لصالح القضية. المباحث عملت تحريات ووصلت لهم، ولما واجهناهم اعترفوا. اعترفوا بإيه؟ باللعبة اللي كان بيعملها الدكتور عوني عشان يوقعك فيها. طب ما أنا يا فندم كنت مسجل لمرتضى قبل كده. اعترافك ده ما كانش ينفع، لأنه بدون إذن نيابة كان لازم اعتراف دولي. انت في لحظة واحدة طلعت من قضيتين، قضية قتل غازي وقضية نصب كانت هتضيعك. بجد؟ فعلا، انت من المحظوظين اللي ربنا بيحبه. ربنا بيحبني؟ يا ما انت كريم. عمر طمنا يا عمر. ايه؟ الحمد لله الحمد لله خرجنا منها. دكتورة طمني،
موقفك هيبقى كويس، خصوصا بعد اثبات خطف لمار وسامة. انا خايف احسن يكون الراجل فايس ومات فيه. يا بنت ما تقلقيش، انت موقفك في السليم. ما تقلقوش يا رب. على اذنك يا دكتورة. عمر طمنا، احنا قلبنا هيقف من الرعب. عملوا فيك حاجة؟ تينا حبيبتي. يا حبيبتي هم عاملين فيكي كده ليه؟ ايه اللي حصل؟ ربنا بس هو اللي انقذ من تحت ايدي. هو انت اللي عملتي فيه كده؟ طلعت فيه كل القديم والجديد. بركة انتوا بخير. معلش يستاهل. طب هم واخدينك على فين؟ انتوا كلكم لبستوا الكلبشات يا عمر. مفيش غير انا بس. احنا بقينا كلنا عيلة رب سكون. وديتها ايه حاجة بسيطة يعني. المهم ان انت طلعت من وراها يا حبيبي الحمد لله. وبركة انتوا كلكم بقيتوا كويسين. معلش يا حبيبتي. كل واحد بياخد نصيب. انا ست. مش عارف هقوم محامي لمين ولا لمين ولا لمين. كلنا بقينا سوا يا برنس. طب انت جيتي في الرجلين غلط. نصيب. بكره كلنا ننسى. لمار انا مش ما تقولش اي